FM. الكلمة ليك باش نمشيو نفهموا شنو هي حكايه الاس ام اس اللي بدينا على 85510 بها تعاونوا نابل من الفيضانات اللي صاروا فيها ومن سورتو العائلات اللي ضرت من الحكايه هذه. اكثر تفاصيل ناخذوها من عند مدام سميه ورفلي ميلاد عن جمعيه صوت المراه. مرحبا بك. عسلامه. مرحبا مدام سميه. دونك شنو هي حكايه الاس ام اس هذه؟ اعطينا اكثر تفاصيل. والله هي حركة عملناها عنا 3 أيام اللي بدينا نحضروا في المكتعرف لازم ترخيص من رئيس الحكومة. دونك حضرنا الملف هذية من جمعية صوت المرأة اللي هي تابعة تنسيقية متاع جمعيات اللي قاعدين تو يتحركوا باش يعملوا حملة التبرعات النقدية والعينية. بالنسبة للحملة هذه دونك قربنا المواطنين أكثر، المتطوعين أكثر اللي يحبوا يعاونوا، وصلنا لهم لديارهم طريقة سهلة ياسر. SMS هو دينار، عبارة على بعض دينار كتبرع نقدي معناتها للإنقاذ نابل والعائلات المتضرة. هي عملية بسيطة ياسر على 85510. فوالا معناتها نطلب من الناس الكل يشارجوا تليفوناتهم يبعثوا من ديارهم. حاولنا نقربوا المواطنين معناتها في الجمهورية التونسية بطريقة سريعة ياسر. مشكورة رئيس الحكومة اللي عطتنا الترخيص هذية. هي أوبيراسيون سهلة معناتها تعني ليزوبيراتور الكل، أورانج وتيليكوم وأوريدو. والعملية هذية تبعث SMS تكتب فيه أي اللي تحب، أي جملة اللي تحبها، ويعاود يرجعوا لك انا سميت دو ريبونس دو كونفيرماسيون معناتها باش ياكدوا لك العمليه تمت بنجاح. واضح. باهي، المداخيل معناتها الفلوس اللي باش تلموهم لي اس ام اس هذوما شنو باش تعملوا بهم مدام سميه؟ احنا باش تكونوا تعرفوا قاعدين نخدموا على قائمه موحده للعائلات المتضره. هذه قاعده تو انكور، واليوم حركه التوزيع بدات تم اليوم. دونك فما التبرعات النقديه ما تعرف الحاجيات يمشيوا حسب العائلات. فما دي بزوان بارتيكولي، فما عائلات تستحق مثلا تدخل، مثلا عندها رجل كبير مريض ولا كذا. الفلوس هذيا باش نشوفوا احنا ستوك نتاع التبرعات العينيه اللي قاعد يوصل من جريري، خطاويت، حوايج، مواد غذائيه، مواد تنظيف، نشوفوا اللي ناقصنا باش نحاول ندخلوا بيه بالطبيعه بالتبرعات النقديه. واضح. باهي مدام سميه، خلينا نحكيو معاك عضوة في المجلس البلدي. وين وصلت البلدية؟ وصلت لكم المساعدات من طرف رئيس الحكومة؟ معناتها الإعانات النقدية؟ أي. لا مازالوا لحظة، هي مازالوا. فما وعود بقيمة 5 مليارات. وهذه يظهر احنا قاعدين كبلدية نحضروا في ملف لحجم الخسائر من ناحية الكيسات والقناطر والطرقات هذه كله. دونك فما لجنة مختصة قاعدة تحضر في الملف هذية، وبالطبيعة بشيقة تنسيق مع مثلا إدارة التجهيز، خاطر فما تعرف 5 مليارات راو مش باش يكفينا باش نصلحوا كل شيء. معناتها احنا ممكن الجمعة التالية كنا نخمو في ميزانية لتحسين معناتها البنية التحتية في نابل وش ناقصنا وكذا، تو باش نوليو نحكيو على تصليح. اللي تعرفوا الناس كل اللي حاجة تتكلف معناتها 5 مليارات ممكن ما يصلحولكش 5 كيلومتر من كيس، فهمت هذايا؟ باش الناس تعرفها. صحيح الإعانات باش تجي، مي لازم التنسيق مع الإدارات المختصة الكل كيما إدارة التجهيز ولونات وغيرها. بالنسبة للصندوق اللي تم تكوينه في البلدية، بالنسبة للعبيد اللي تحب تتبرع بمخادد بجريري بأي حاجة، تم جمع كمية كبيرة من المواد هذوما؟ والله التبرعات قاعدة تجي، وهي البلدية عملت كما الشراكة مع جمعية ليونس كلوب تونيزي ميغاما باش معناتها باش التبرعات الكل توصل لنفس نقطة التجميع. معناتها باش نسهلوا على الناس الكل باش ما نكثروش من نقاط التجميع. دونك بالنسبة لتوا نقاط التجميع موجودين في كلوب خيار اللي هو بحدا البحر، وعندك مقر نتاع الكروسون روج اللي احنا فما تنسيقية نتاع جمعيات مع بالتنسيق مع البلدية قاعدين نجمعوا في التبرعات هذه كل باش يقع توزيعها. معناتها البلدية عملت الشراكة هذه باش تعطي التبرعات اللي قاعدة توصلها لنقطة التجميع هذه. واضح. نعود نذكروا في سفيسة مدام سمية بالاس ام اس. SMS أنا SMS يساوي دينار 85510، يعني جميع الأوبيراتور معناتها من دارك تجم توصل تبرعاتك للعائلات المتضرة. 85510 دينار تبعثها لنابل، تبعثها للناس اللي محتاجة في نابل. شكرا لك مدام سمية على مداخلتك.
اف ام الكلمه ليك.